الجزء الثاني اللي هنتكلم فيه مباراه بكره، مباراه مهمه، مباراه كلاسيكيه كبيره ما بين الكبيرين الاهلي والاسماعيلي. ابدا بيك يا احمد، مقارنه ما بين الارقام الناديين الكبيرين الاهلي والاسماعيلي. طبعا نبدا ارقام النادي الاهلي والاسماعيلي في الدوري. النادي الاسماعيلي لعب 19 مباراه السنه دي، كسب 4 وده رقم قليل جدا، كسب 4 اتعادل 7 خسر 8 من 19. والنادي الاهلي لعب 11 كسب 6 اتعادل 3 خسر 2. سجل اهداف النادي الاهلي مسجل 24 جون في 11 ماتش، الاسماعيلي مسجل 18 جون، نسبه قليله قوي في 19 مباراه. استقبل اهداف النادي الاسماعيلي دخل فيه 22 جون في 19 ماتش. النادي الاهلي استقبل 13 جون في 11 ماتش، وده رقم مش حلو بالنسبه للنادي الاهلي برضه، ان انا استقبل 13، انا السنه اللي فاتت كلها مستقبل في الدوري 13 جون. فنتمنى ان الاربع ماتشات الجايين في الدوري ما نستقبلش اهداف، لان الفرقه اللي بتاخد الدوري هي الفرقه اللي بتحافظ على نظافه شباكها. ده اهم واخطر رقم. الرقم ده الرقم الوحيد اللي مش عاجبني في ارقام النادي الاهلي بصراحه. ان انا ما ينفعش اكررها تاني، ما ينفعش ان انا استقبل 13 جون. لازم اشوف ايه الاخطاء الدفاعيه الموجوده واعالجها في الرقم ده تحديدا. نيجي نحافظ على نظافه شباكه. النادي الاهلي 3 ماتشات بس من 11، والنادي الاسماعيلي 3 ماتشات من 19. وده رقم ياكد ان النادي الاسماعيلي بيعاني من مشاكل دفاعيه كبيره. 3 ماتشات بس من 19 ماتش. الاستحواذ هتلاقي ان رقم كبير للاسماعيلي، وصل ل 56%، فده دليل على طريقه الكابتن ايهاب جلال. النادي الاهلي طبعا 59.5، يعني 60%. معدل المحاولات برضو الفرقتين كورتهم هجوميه، يعني النادي الاسماعيلي لما يعمل 12 و3 بياكد، رغم ان الفرقه بتنافس على الهبوط او في المراكز المتاخره في الجدول، الا ان هي بتلعب بكره هجوميه وعندها استحواذ كويس. صحيح. النادي الاهلي 15.6، الرقم ده برضو كويس، دليل ان الفرقه بتلعب بكره هجوميه. لكن الارقام بتقول ايه؟ بتقول ان الفرقتين عندهم بعض الاخطاء الدفاعيه. ليه؟ النادي الاسماعيلي مستقبل 22 جون في 19 ماتش، النادي الاسماعيلي مستقبل ما حافظش على نظافه شباكه غير 3 ماتشات بس من 19. برضه نخش على التشكيل، التشكيل المتوقع بكره للاسماعيلي، وايه الفكر بتاع الكابتن ايهاب جلال؟ يمكن في حراسه المرمى احمد عادل عبد المنعم، وده واخد حارس الشهر في الشهر اللي فات بتصويت الجمهور. يعني الارقام اللي انت عرضتها كانت يعني توضح قد ايه احمد عادل عامل موسم ممتاز. يعني الاسماعيلي مستقبل 22 هدف السنه دي، رغم انه فعليا كان المفروض يستقبل حوالي 48 هدف. فمعدل تصديات كبير. بالظبط. فمعدل تصديات كبير الحقيقه لاحمد عادل عبد المنعم، عامل موسم مميز جدا، والى حد كبير هو من العوامل اللي مخليه الاسماعيلي لحد دلوقتي عنده امل انه يكمل. رغم سوء حاله الدفاع بتاعه نادي الاسماعيلي، انما هو الحقيقه عامل على المستوى الفردي مقدم اداء ممتاز جدا يعني. طيب زي التشكيل. التشكيل يعني تشكيل نادي الاسماعيلي المتوقع وابرز لعيبه نادي الاسماعيلي. هو تشكيل الاسماعيلي مش هيختلف عن كده، بس هو في مركز راس الحربه، هم عندهم مشكله في راس الحربه واضحه. في حراسه المرمى احمد عادل عبد المنعم، الاثنين المساكين محمد نصر ومحمد دسوقي، حمدي النكاز باك رايت، وحاتم سكر باك ليفت. الثلاثه اللي في وسط الملعب هشام محمد، محمد بيومي، محمد مخلوف. دول الثلاثه اللي في وسط الملعب. ممكن تفكر مثلا ان كابتن ايهاب جلال في بعض الماتشات قدام النادي الاهلي بيلعب بثلاثه ورا، هل هو عنده مساك ثالث اصلا يحطه؟ ما عندوش. بعد كمان بيع اياد العسقلاني في روسيا، وبالتالي ما عندكش غير محمد ناصر ومحمد دسوقي، فده الاقرب. نيجي الثلاثه اللي قدام، عبد الرحمن مجدي واحمد الشيخ ونادر فرج. هو بيلعب احمد الشيخ كراس حربه يعني وهمي، بس في لعيب برضه احنا يعني ممكن نقوله، لان احنا ممكن يخش، اللي هو عمر الساعي. وعمر الساعي بيلعب، عمر الساعي ده احسن لعيب في الاسماعيلي مع عبد الرحمن مجدي. صحيح. عمر الساعي برضه ممكن من اللعيبه اللي هي لو حب يهاجم يدخله مثلا مكان محمد بيومي او محمد مخلوف. صحيح. يكتفي بواحد فيهم، او يطلع حمدي اللي هو الباك رايت، يطلعه ويودي محمد بيومي باك رايت ويدخل عمر الساعي. الثلاثة اللي قدام عبد الرحمن مجدي ناحية اليمين مفيش خلاف عليه ان هو هيبقى موجود. صحيح. نادر فرج برضه ناحية الشمال مفيش خلاف عليه. الفكرة في راس الحربة، هو امبارح دخل خالد النبريسي اللي احنا كنا بنتكلم عليه، اللي هو المهاجم الفلسطيني اللي هو مواليد 2003، أول مرة يتواجد في قائمة الإسماعيلي السنة دي. فهل ممكن يبدأ بيه؟ هو مواليد 2003. في باسم مرسي كمان، وفي باسم مرسي برضه كان مستبعد لفترة طويلة وضمه لقائمة المباراة دي الأول. فهل هيخلي مثلا الشيخ ورقة ويبدا بباسم مرسي او خالد النبريس واحد فيهم، ويحط عبد الرحمن مجدي ونادر فرج، ولا يحط احمد الشيخ راس حربه
زي الماتش اللي فات، خاصه ان احمد الشيخ جاب له جونين. يعني احمد الشيخ لما بينزل بديل، احمد الشيخ احنا معانا ارقامه معانا الحقيقه من ساعه ما رجع من ال، ما انا عايزك برضو تتكلم عن اهم نقاط الضعف والقوه في النادي الاسماعيلي. يعني خلينا نتكلم في نقاط القوه اكتر. هي الفرقه دفاعيا طبعا عندها مشاكل كبيره، احنا استعرضنا في الارقام ان هم تلقوا 22 هدف وكانوا المفروض يتلقوا حوالي 48 هدف. احمد عادل عبد المنعم شايلهم بشكل كبير، انما دفاعيا هم ما عندهمش اي تفوق. على الصعيد الهجومي بيخلقوا فرص كتير لكن معدل التهديف قليل، لان ما فيش مهاجم عندهم. الاسماعيلي ما عندوش فرود يعتمد عليه معظم الموسم، فبالتالي الارقام بتاعت يعني او ترجمه الفرص دي فيها نقطه ضعف كبيره عند النادي الاسماعيلي. احمد شيخ واحد من اهم لاعبي الاسماعيلي في الفتره الاخيره الحقيقه، في من ساعه ما انضم للنادي الاسماعيلي هو لعب 5 مباريات، عدد دقائق قليل لانه كان بينزل كبديل، سجل هدفين من فرصة واحدة متوقعة، يعني كان عنده فرصة حقيقية واحدة للتسجيل لكن هو فعليا سجل هدفين، وده طبعا رقم كويس جدا. عمل بس 5 محاولات على المرمى في الوقت القليل اللي هو شارك فيه، منهم 2 صحيحة، صنع أهداف، صنع هدف وحصل على ركلة جزاء، فهو فعليا شارك أو ساهم في حوالي 4 أهداف للنادي الإسماعيلي في الوقت القليل اللي هو شارك فيه، فهو كان ورقة رابحة للإسماعيلي كبيرة في المباريات الأخيرة. من اللعيبة الثانية برضو اللي الإسماعيلي بيعتمد عليها بشكل كبير طبعا عبد الرحمن مجدي، وبرضو معانا أرقامه لو نستعرضها. أحمد الشيخ كمان في مراوغات عنده نسبة مراوغات عالية جدا. عبد الرحمن مجدي طبعا لعب أغلب مباريات الموسم، لعب 17 مباراة، سجل 3، و محاولاته على المرمى كانت 51 محاولة على المرمى، منهم 19 محاولة ناجحة، صنع هدفين وصنع عدد فرص الحقيقة كبيرة جدا لكن لم تترجم إلى أهداف. 37 فرصة صنعها لزمايله، مش بيعتمد كتير على العرضيات، مراوغاته نسبتها كويسة جدا عالية الحقيقة، عامل 53 مراوغة منهم 33 مراوغة صحيحة. اللاعب الثالث برضو احمد اتكلم عليه اللي هو عمر الساعي، برضو معانا ارقامه، لعيب صغير عنده 21 سنه، عمر الساعي ده لعيب كويس قوي، يعني بوتنشال جدا الحقيقه. لعب 17 مباراه لحد دلوقتي، سجل 2 وصنع 2، كان المفروض يسجل 6 اهداف لكن هو فعليا سجل 2 بس. صناعه الفرص، صنع 20 فرصه لزمايله، ودقه تمريره 72%، كلاعب بيلعب دايما لقدام، فهي نسبة أنا بشوف إن هي نسبة كويسة. عرضياته 22% نسبة العرضيات، عمل 27 عرضية منهم 6 صح. مراوغاته 59% برضو نسبة كويسة، عمل 41 مراوغة منهم 24 صح. لاعب عنده 21 سنة، بالأرقام دي بيقول إن هو لعيب بوتنشل وجاي، يعني اللعيب من اللعيبة الكويسة أوي. دول أميز الحقيقة، أنا بشوف إن هم أميز 3 في الإسماعيلي في الموسم ده أو في الفترة الأخيرة تحديدا. يعني بص على رقم صناعة الفرص كمان، هات الإحصائية، رقم 20 فرصة 20 أنا قلت 20 بيلعب 8 هو أصلا، وكمان هو أصلا جناح يعني، فهو يعني متوظف 8، فهو الحقيقة لعيب كان بيلعب في المنتخب الأولمبي أو منتخب الشباب الأول، كان بيلعب جناح وبعد كده الكابتن إيهاب جلال لما وظفه في 8 بقى بيزيد. حتى لو جبنا هات الأبرز في الإسماعيلي، إحصائيات الأبرز في الإسماعيلي معانا صور فيها الأبرز، اتفضل هتلاقي فيها التكملة لكلامك، برضو هتلاقي إن هو برضو هم أحسن 2 لعيبة السنة دي، عبد الرحمن مجدي وعمر الساعي. أوكي. يمكن هداف الفرقة عبد الرحمن مجدي، جايب 3 أجوان، الأكثر صناعة للأهداف عمر الساعي ونادر فرج اللي هو الوينج الشمال، 2 أسيست و2 أسيست. مين اكتر لاعب بيروح على الجون في الاسماعيلي؟ عبد الرحمن مجدي وعمر الساعي. عمر الساعي رغم ان هو 8 لان هو بيروح على الجون كتير. عبد الرحمن بيروح تقريبا 3 محاولات في الماتش الواحد، عمر الساعي محاولتين. هات الصوره اللي بعدها، ده برده مين اللي بيصنع فرص كتير عندهم؟ هتلاقي عبد الرحمن مجدي وعمر الساعي. عبد الرحمن مجدي بيصنع اكتر من فرصتين في الماتش، عمر الساعي تقريبا فرصه ونص. المراوغات، عبد الرحمن مجدي من اكتر اللعيبه في الدوري اللي عامله مراوغات، صحيح عامل موسم كويس بس مش ظاهر عشان يمكن حاله الفرقه، حاله الفرقه مش مساعده قوي، وقله الخبره يعني، ده مع تغيير مركز جوان كتير. عبد الرحمن كبر برضه يعني، احنا على طول دايما نقول صغير، لا هو كبر 25 سنة حاجه كده. هو كان في المنتخب الاولمبي من قريب، هو مشكلته كمان ما بيجيبش جوان كتير. اوكي يعني هو انت هتلاقي ارقامه كلها مراوغات، صناعه فرص، محاولات، بس هتلاقيه جايب كام جون؟ انت لسه كنت عارض الاحصائيه، 3 تقريبا، 3 اهداف، 3 اهداف. صنع كتير. هدفين بس، هو على مستوى الصناعه هو صنع 20 فرصه. أوكي. فهو صنع رقم كبير لكن لان ما فيش مهاجم جيد في الاسماعيلي او ما فيش مهاجم اصلا، فلم تترجم اغلب الفرص دي لاهداف، لكن يبقى هو اهم لعيب في الاسماعيلي، ومعاه عمر الساعي زي ما قلنا، رغم ان هو تحول من جناح للاعب 8 وبيلعب
سنه صغير ما عندوش الخبرات الكبيره، انما بيقدم موسم هايل مع دخول احمد الشيخ. الحقيقه قدم لهم اضافه كبيره في الماتشات او في الخمس ماتشات اللي فاتوا دول، قدم اضافه كبيره كبديل للنادي الاسماعيلي، بديل مهم يعني. وإيريك تراوري، إيريك تراوري مش هنشوفه تقريبا. إيريك تراوري في حالته في الاسماعيلي يعني ما شفته مش في حالته خالص، بعيد إيريك تراوري، بس هو يظل لعيب كويس الحقيقه. بس يعني في فتره من الفترات في المقصه كان بيقدم، وانتقاله بعد كده بيراميدز كان بيقدم مواسم كويسه قوي في الدوري، وفجاه ابتعد كده بلا سبب وعاد، ولسه ما شفناش منه بقى اي حاجه تانية. طيب.